ايش سميته ربيحة؟ طعينا له اسم. طعينا له اسم في المحاضرة السابقة. طيب افوت انا اول الدرس؟ تقييم. هذا اسمه تقييم. استكمالا لمشروع تدريب المعلمين على برنامج طرائق التدريس الحديثة وتنفيذا لخطة قسم الإعداد والتدريب في المديرية العامة لتربية نينوى للعام الدراسي 2021-2022 أقيمت على قاعات قسم الإعداد والتدريب دورة طرائق التدريس الحديثة الأولى لمعلمي ومعلمات المدارس الابتدائية في محافظة نينوى. طبعا هذه الدورة هي بتنسيق ودعم من منظمة اليونيسيف مكتب دهوك. شارك في هذه الدورة 75 معلم ومعلمة من مدارس مختلفة في الجانبين الأيمن والأيسر وبواقع معلم أو معلمة من كل مدرسة. مدة هذه الدورة هي 3 أيام، يعطى من خلالها مفردات ونشاطات عن الطرائق الحديثة في التعليم، ومن ضمنها تطبيقات عن التعليم الإلكتروني لمواكبة التطور الحاصل في طرائق التدريس، وتزامنا مع اتباع أسلوب التعليم الإلكتروني في مدارس العراق قاطبة. لذلك نسعى نحن في قسم الإعداد والتدريب إلى إشراك جميع المعلمين والمدرسين في تربية نينوى في هكذا دورات من شأنها تطوير الواقع التربوي والتعليمي في نينوى. وستنطلق غدا إن شاء الله الوجبة الثانية من دورة طرائق التدريس، وهناك وجبات أخرى تنفذ تباعا. تمنياتي لكوادر وتلاميذ وطلبة تربية نينوى التوفيق والإبداع في هذا العام الدراسي الذي نأمل أن يكون عاما يزخر بالعطاء والنجاح. براء عز الدين سعيد، مدير قسم الإعداد والتدريب في المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى. حضرنا إلى قسم الإعداد والتدريب لتلقي دورة طرائق التدريس الحديثة، حيث كانت الدورة مدتها 3 أيام وتضمنت عدة مفاهيم، منها إدارة الصف وحل المشكلات والعصف الذهني، وكانت دورة مفيدة جدا. ونشكر الأساتذة القائمين عليها، محمد حكمة سعيد معلم مدرسة جنين.